سلامات يا جماعة، نحن تامبا وومن ستارز من تامبا فلوريدا. منكمل تعليم اللغة الإنجليزية المستوى الأول الأحرف. أخذنا سابقا A B C D E F G H I J K L M N O P Q R. أخذنا P Q R الدرس الماضي، وإلي ملاحظة بسيطة عليها لأنه معظمكم لفظتوها غلط. مثال كلمة people لفظتوا لي إياها people، pencil قلتوا لي إياها pencil. لاحظوا، بدي أعطيكم الفرق بين P و B مشان الأمور تكون أسهل عليكم، وأنا نوهت الدرس السابق. لاحظوا، لما بنقول B هاي حطيت نابكن بإيدي، لما بنقول B B B لاحظوا ما بتتغير، لما بنقول P لاحظتوا فيها نفخة هواء لذلك طارت. هذا الفرق بين B و P. نحن باللغة العربية ما موجودة عنا، لذلك أحيانا بنلاقي صعوبة شوي فيها. راح نكمل الأحرف اللي راح ناخذهم اليوم، هن S T U. لاحظوا هدول هن الأربع أسطر. S هاي كابيتال، السهم بيكون بهالشكل. S سمول بين السطرين، يعني اثنيناتهم مثل بعض بس وحدة كابيتال وحدة سمول. This is C and this is S. S S تمام. نرجع على الحرف اللي بعده T. لاحظوا T، شايفين الأسهم طلعوا أول شيء لتحت، وهي تاني شيء number one number two. نتعلمها بالشكل الصحيح. كمان T small فينا نعمل لها لفة هيك بهالشكل تي 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 تي. يو اس تي بيجي الحرف اللي بعده يو. لاحظوا يو كتير سهل، الاحرف الاخيره كتير سهله، كتير الكابيتال بتشبه السمول. نجي يو هاي كابيتال، لاحظوا شلون سهم بالوظيفه، يا ريت بس تاكدوا لي على الاسهم. يو يو الكابيتال بس بهالشكل، يو سمول نرجع بننزل هيك نزله صغيره يو. اذا الثلاث احرف اللي اخذناهم اليوم هن اس تي يو اس تي يو. راح ناخذ نمبر 8. لاحظوا كيف السهم هيك بيكون بهالشكل. هلا انا بناتي اول ما بلشوا يتعلموها كانوا يتعلموها هيك، وانا بعرف انه في كتير عم يكتبوها بهالطريقه، بس هي كتير سهله بهالشكل مثل كانه عم نكتب اس ومنكملها. لاحظوا اخذنا حرف الاس اليوم بس كملوها سكروها 8. اخذنا الارقام 0 1 2 3 4 5 6 7 today is 8 s t u 8 s T U 8. وموفقين.